طبعا عايزين بقى نقول لحضراتكم شويه اخبار. يعني تعال بقى نروح للصحافه. ما انا بتكلم على كده. الصحافه وكتبت عن اخبار, منهم خبر بجد يعني جدير بالتامل, لازم يتوقف عنده كده ونقعد نتناوله كده بالتحليل. خش. بص بقى, انا معايا خبرين بصراحه, بس انا هبدا بالخبر اللي انت عايزه. اللي انا أيوة. طيب احنا بنتكلم دلوقتي من روسيا اليوم, كان المنشات بيتكلم بيقول على طريقه تايسون ملاكم مغربي بيعد منافسه في اولمبياد طوكيو. دي من الحاجات الطريفه يعني اللي حصلت. طيب ايه بقى مستهل إيه الخبر؟ مستهل الخبر نفسه بيتكلم ان هو المنافس المغربي عض اذن منافسه في الجوله الاخيره, ومحدش لحد دلوقتي فاهم ليه, ولكن اكتفى الحكم يعني ان هو حذر الملاكم المغربي اللي خسر باي ذا واي يعني بالمناسبه المواجهه 5-0, وودع منافسات الملاكمه مبكرا. بس هو حاجه غريبه جدا يعني, فاهم يعني, لا كمل في المنافسه ولا نجح في انه يعود. لان خلي بالك الخبر تفاصيله بتقول ان المنافس اللاعب المنافس هو بالمناسبه احنا بنتكلم على الملاكم المغربي يونس بعلة, واللي كان هيتعض او اللي كان بصدد انه يتعض هو منافسه النيوزيلندي ديفيد نيكيا, لانه ديفيد قدر في اخر لحظه ان هو يبعد راسه عنه, فهو حتى العضه ما ظبطتش. طب ده الحمد لله. الحمد لله فعلا. بس على فكره هيفضلوا فاكرينها الوقت دي طبعا حاجه في كل غريبة. الدورات الاولمبيه, لان هي طبعا اعادت للاذهان العضه الشهيره من مايك تايسون لهوليفيلد. كان الكلام ده سنه حاجه و90 تقريبا, كانت 97, وكانت يمكن دي كانت من اشهر النقاط اللي فعلا فضل مشهور بيها مايك تايسون, يمكن اكتر من قدراته الخارقه كملاكم. فيها في حاجات كده بتحصل ما بتتنسيش عبر الزمن, فاعتقد ان هو كان عاملها قاصد برضه عشان يبقى ساب بصمه قبل ما يسيب. اكيد ما هو خسر 5-0 وودع, قال لك طب اعمل اي بونت, اعمل اي لقطه. طيب